نرحب بكم في حلقة جديدة من المرصد الحقوقي. في الفقرة الأولى سنتحدث عن جرائم وانتهاكات ميليشيا الحوثي. هناك رصد لجرائم وانتهاكات ميليشيا الحوثي وصالح التي ارتكبتها خلال أسبوع من يوم الاثنين 14 من أغسطس وإلى يوم الأحد 20 من أغسطس في عموم محافظات الجمهورية. نبدأ بالقتل كالعادة. هناك 38 حالة قتل، منها الميليشيات غذت صراع قبلي في البيضاء، أدى طبعا إلى مقتل 11 بينهم امرأة. 11 حالة قتل أيضا في مديرية قعطبة بالضالع إثر انفجار عبوة ناسفة زرعتها الميليشيا، استهدفت سيارة من نوع هيلوكس تحمل بائعين القات وتتبع أحد المدنيين. هناك أيضا 9 حالات قتل بسبب صراع على قطعة أرض في مديرية كشر بحجة في ظل انفلات أمني تشهده المحافظة. أيضا هناك 6 حالات قتل برصاص مسلحين حوثيين لمدنيين في حوادث متفرقة وفي عدة محافظات، من ضمنها حالة قتل لامرأة في منطقة الصلو بتعز وذلك برصاص قناص. هناك أيضا حالة واحدة لقتل شخص إثر انفجار معمل لتصنيع الذخيرة بمدينة ذمار. نتحدث أيضا عن الإصابات. هناك 21 حالة إصابة، 21 حالة إصابة تم رصدها خلال هذا الأسبوع، 5 حالات إصابة نتيجة إطلاق أعيرة نارية عليهم من قبل مسلحين يتبعون الميليشيات. أيضا هناك 3 حالات إصابة نتيجة انفجار معمل لتصنيع الذخيرة بمدينة ذمار، و4 حالات إصابة بسبب صراع على منطقة أو قطعة من الأرض في محافظة حجة. وأيضا نتحدث عن 7 حالات إصابة نتيجة انفجار عبوة ناسفة في محافظة الضالع، وحالة واحدة لإصابة مواطن بلغم أرضي زرعته الميليشيات بمحافظة تعز، وحالة واحدة لكسر يد في أمانة العاصمة. أدى انفجار طبعا اللغم في تعز إلى بتر الرجل اليمنى وإصابة الأخرى بجروح خطيرة. بالنسبة لكسر يد الشيخ فهو زياد القوسي في أمانة العاصمة، وهو أحد المشايخ الذين ينتمون لحزب المؤتمر الشعبي العام. وعن الاختطافات، قد بلغت حالة الاختطافات خلال هذا الأسبوع الذي أجري فيه الرصد إلى 21 حالة اختطاف، 6 حالات اختطاف لمواطنين قادمين إلى أمانة العاصمة للبحث عن عمل من مديرية بيت الفقيه في الحديدة تم اختطافهم في منطقة الصباحة، وأيضا هناك 6 حالات اختطاف لمواطنين مدنيين في محافظة ذمار، وأيضا هناك 3 حالات منها في مديرية عتمة و3 حالات في مديرية الحدى، وأيضا حالتين اختطاف في أمانة العاصمة أحدهما نجل الشيخ زياد القوسي والآخر ابن أخيه. أيضا هناك 2 اعتقال لطالب وطالبة بجامعة صنعاء بدعوى الاختلاط، 2 اختطاف لشيخين قبليين في صعدة بعد عودتهما من السعودية، 2 اختطاف أيضا لمدنيين، 1 في الحديدة والأخرى في حجة. هناك 1 أيضا لاختطاف مواطن تم تفجير منزله في محافظة البيضاء. الآن نتحدث عن الاقتحامات، فقد بلغت حالات الاقتحام خلال الأسبوع الذي أجري فيه الرصد 6 حالات اقتحامات، طبعا 1 لاقتحام جماعي ومداهمة قرية بني ضبيان بالحدى في ذمار، 5 حالات لاقتحام منازل مواطنين ونهب محتويات وأثاث منزلهم. وعن تفجير وتفخيخ المنازل خلال الفترة الماضية أيضا قمنا برصد 2 لتفجير وتفخيخ وهدم لمنازل المواطنين من قبل الميليشيا. هناك هدم لمنزل في مديرية بيت الفقيه بالحديدة لأحد المواطنين الفارين من بطش الميليشيا، وذلك بعد أن قامت الميليشيا بطرد ربة البيت وهي عجوز مسنة كانت تسكن فيه، وقاموا أيضا بسرقة جميع محتويات المنزل والمواشي ومن ثم قاموا بهدمه. وأيضا هناك تفجير لمنزل المواطن صالح أحمد علي الجذيني في منطقة دميجر في البيضاء.
أما عن القصف والتدمير، وأيضا هناك 6 مناطق قاموا بقصفها وتدميرها. كانت هذه المناطق مأهولة بالسكان، قصفت بالأسلحة الثقيلة من قبل الميليشيا، ميليشيا الحوثي وصالح. تلك المناطق هي منطقة واحدة في محافظة الضالع، وأيضا 5 مناطق بمحافظة تعز. طبعا في الضالع قامت الميليشيا بقصف قرى مريس بصواريخ الكاتوشا وقذائف المدفعية، وفي تعز هناك 5 مناطق قاموا بقصفها، هي قرية الطليلة بمقبنة، وأيضا الأحياء الشرقية من مدينة تعز وقرى الباطن والقنبورية في الوازعية ومدينة التربة أيضا، وفي نفس المدينة حي ثعبت. ننتقل أيضا إلى نهب وإتلاف أموال وممتلكات خاصة، وسيكون هذا موضوع ومحور حديثنا لهذه الحلقة. خلال هذه الفترة طبعا قمنا برصد 4 حالات نهب وإتلاف لأموال وممتلكات خاصة، وهن كالتالي. طبعا حالة واحدة لإتلاف شاحنة لأحد المواطنين، حالتين نهب لمحتويات منزلين لمواطنين مدنيين، حالة واحدة لإحراق مكتبة لمسجد صبر بمنطقة بركان في مديرية مكيرس في البيضاء، حالة واحدة لإتلاف شاحنة لأحد المواطنين بمديرية الزاهر في البيضاء نتيجة تعرضها للغم زرعته الميليشيا قرب أحد الآبار. نذكركم مشاهدينا بأن هذا الرصد صادر عن فريق الرصد الخاص بالمرصد الحقوقي على قناة يمن شباب الفضائية. وننتقل إلى ضيفي عبر الهاتف المحامي مهيوب العزب والناشط الحقوقي محمد مهيوب. نرحب بك. يعني سجلت يعني في الرصد نرى بأن البيضاء كان لها النصيب الأكبر من هذه الانتهاكات، حيث سجلت في البيضاء أعلى نسبة من الانتهاكات، تفخيخ وتفجير للمنازل من قبل الميليشيا، وفي حصاد هذا الأسبوع يعني هناك تفجير لمنزل المواطن صالح الجذيني في منطقة ذميجر في البيضاء. لماذا يتعمد الحوثيون تفجير المنازل خصوصا منازل المواطنين في البيضاء؟ هل يقومون بالتهجير القسري عن طريق الإجبار؟ عملية السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بالنسبة لعملية التفجير التي تمارسها هذه الميليشيات هي عملية ممنهجة، أولا تعمد من ورائها إرهاب الناس والمعارضين حتى يتمكنوا من الدخول دون أي مقاومة، كما أنها تعمد أولا إلى الإساءة الفكرية، إلى إساءة الفكر الإسلامي بإلصاق هذه العمليات باسم الدين. وهذه لم تولد هذه العمليات لم تولد فجأة، بل إنها لها منذ القدم، وكانت الدائمة الأساسية لها إيران. وبهذا كانت إيران تخالف القوانين الدولية بدعمها لهذه الميليشيات. يعني أيضا في الحديدة قاموا بهدم منزل، طبعا هي لامرأة مسنة، طردوا ربة البيت هذه العجوز، سرقوا جميع محتوياتها المنزل والمواشي قبل هدمه. حدثنا بشكل أكبر عن عمليات النهب والسرقة التي تقوم بها الميليشيا بعد هدم المنازل وطرد المواطنين من داخل منازلهم. يعني ماذا عن أملاك المواطنين؟ بالنسبة لعملية النهب والسرقة التي تمارسها هذه الميليشيات، فإذا كانت هذه الميليشيات قد قامت بنهب وسرقة ممتلكات الدولة والمؤسسات والبنوك وغيرها، فما بالنا بأموال المواطنين؟ فهذه الميليشيات تعتبر النهب والسلب موردا من مواردها، وذلك بأن تمارس هذه السرقات وتعتبرها كمجهود حربي. نعم، لكنها أيضا تقوم أيضا بنهب يعني منازل الفقراء، كيف يمكن أن يساعدهم ذلك؟ الدولة فما بالك بالفقراء المساكين. يعني هي هدفها أولا هو النهب والسرقة، سواء كانت ممتلكات الدولة أو ممتلكات المواطنين. نعم، سيكون هذا محور حديثنا لهذا اليوم وفي هذه الحلقة. المحامي محمد مهيوب العزب
كنت معنا عبر الهاتف، شكرا لك. مشاهدينا لا تذهبوا بعيدا، سنذهب إلى فاصل ونعود للبدء في محور هذا اليوم مع ضيوفي عبر الهاتف، انتظرونا. نرحب بكم من جديد. منذ الانقلاب على الشرعية تدهورت حالة حقوق الإنسان بصورة خطيرة جراء الحرب التي تشنها جماعة الحوثية المسلحة مع المخلوع صالح على كثير من المناطق اليمنية. استمرت الحرب على مدار الثلاث السنوات الماضية. ارتكبت جماعة الحوثية المسلحة وحلفائها جرائم حرب وانتهاكات خطيرة للقانون الدولي. أكثر من 25 ألف حالة انتهاك من سلب ونهب وسرقة للأموال العامة والخاصة، شملت المنازل والمزارع والوزارات والأموال العامة والمعسكرات وكذلك مخازن الأسلحة. جماعة الحوثيين المسلحة وحلفائها واصلت نهب المال العام والخاص دون رقيب أو حسيب. أصدرت قرارات غير قانونية بتعيين مسؤولين من طرفهم في كثير من المناصب والمراكز الحكومية، ما أدى طبعا ذلك إلى فساد مهول ونهب وإسراف للمال العام والخاص. أصبح كل شيء في اليمن مباح، الممتلكات العامة والخاصة الحماية لها، كيف يمكن ذلك؟ وما هو حجم عملية النهب والسلب منذ الانقلاب للممتلكات؟ وكيف يمكن أيضا محاسبة من يقوم بنهب ثروات الشعب؟ كل هذا سنناقشه مع ضيوفنا عبر الهاتف وأيضا عبر السكايب، لكن سنذهب إلى هذا التقرير ثم نعود. ثلاث سنوات عجاف مرت على اليمنيين حتى الآن، وكأنها عقود مديدة من الزمن ليعود من جديد محملا بحقب متوالية من الجهل والظلام والفقر والمرض. اليوم وعلى أطلال بلد بات أقرب إلى التلاشي، استباحت ميليشيا الحوثي وصالح روح الإنسان اليمني وممتلكاته الخاصة والعامة بقانون الغاب والقوة. وثقت وزارة حقوق الإنسان في تقرير لها 25,857 حالة انتهاك تنوعت ما بين النهب والتدمير، والتي طالت منازل وعمارات ومحلات تجارية ومركبات ومزارع وشركات ومصانع. كما سجلت منظمة سام للحقوق والحريات 1800 انتهاكات خاصة بالممتلكات تنوعت ما بين هتك حرمة المساكن واقتحامها وتفتيشها ونهب محتوياتها وسرقة ومصادرة السيارات والمحلات التجارية والمزارع الخاصة. مصادر ومنظمات حقوقية تحدثت عن أعمال نهب مروعة قامت بها ميليشيات الحوثي وصالح خلال الحرب. قدرت المنهوبات من الأملاك الخاصة بمليارات الدولارات، وكانت من أوائل تلك الجرائم نهب محتويات المراكز السلفية في دماج وكتاف بمحافظة صعدة، إضافة إلى ما يزيد عن 470 منزلا وشقة سكنية خاصة بالطلاب والمدرسين والمعلمين وبعض أبناء دماج وكتاف. كذلك نهب أكثر من 53 منزلا و14 مؤسسة مدنية وست محلات تجارية و14 سيارة و15 دراجة نارية في محافظة عمران. وبحسب تقرير فريق الهيئة الشبابية لمراقبة مخرجات الحوار الوطني،
تواصلت عملية النهب أيضا في صنعاء، ففي 21 من سبتمبر من العام 2014 تم نهب المحتويات الكاملة لأكثر من 30 مقرا حزبيا تابعا لحزب التجمع اليمني للإصلاح، وكذلك نهب مئات المنازل لقيادات في الحزب وقيادات عسكرية ومدنية وعشرات السيارات الخاصة وثمانية عشر مؤسسة وجمعية خيرية وثمان مساكن طلابية وممتلكات جامعة القرآن الكريم في صنعاء وجامعة القلم في إب وعشرات المنازل والمؤسسات الخاصة ومقرات الأحزاب في مديريات همدان وأرحب ومحافظة إب والبيضاء، وكذلك نهب محتويات 13 من دور ومدارس القرآن الكريم قبل أن يتم تفجيرها. يضاف إلى ذلك مصادرة الميليشيات وتجميدها ونهبها لما يقدر بالمليارات من أملاك وشركات تتبع رجل الأعمال حميد الأحمر وأسرته. أما المنهوبات من أسلحة الدولة فقد نشر مركز أبعاد للدراسات الاستراتيجية تقريرا أكد فيه أن الحوثيين باتوا يملكون أكثر من 70% من أسلحة ومعدات الجيش اليمني، كما شمل النهب أيضا أراضي الدولة من المواقع الهامة والتجارية والأراضي الزراعية. بات الحوثيون والمخلوع صالح يعرضون أملاك الدولة للبيع والمتاجرة، وحولوا اليمن إلى سوق سوداء كبيرة بلا رادع من قانون أو همسة من ضمير. معي ضيفي عبر السكايب محمود جابر، مدير مؤسسة عدالة لحقوق الإنسان. أهلا وسهلا بك. مرحبا أستاذ، أهلا بك وأهلا بمشاهديك. طبعا هناك سؤال اعتيادي نقوم به في كل حلقة، كون أن البرنامج يتحدث عن الحقوق وعن الانتهاكات التي تمارسها الميليشيات. ما هو توصيف ماهية الممتلكات العامة والخاصة في القانون الدولي؟ طبعا بداية نود أن نعرج على أن الممتلكات الخاصة والعامة، طبعا المعروف أنها الخاصة التي يعني يمتلكها المواطنون بعقود خاصة مثل العقارات والأموال السائلة والمنقولة وما إلى ذلك، والممتلكات العامة وهي التي تبسط الدولة سلطانها عليها بموجب الأعراف والقوانين الدولية كالمباني الحكومية وكثير من المرافق والمباني والمنشآت العامة والمنشآت الأثرية والثقافية وما إلى ذلك. هذه كلها وغيرها تعد من الممتلكات العامة التي تبسط الدولة سلطانها عليها. وما للأفراد من أموال خاصة سائلة أو منقولة أو عقارية تتمثل في سيارات وأموال بالبنوك وما إلى ذلك، هذه أموال خاصة. القانون الدولي للإنسان على وجه التحديد هو الذي قام بتعريف هذه الممتلكات وتصنيفها بين الخاص والعام. إذن القوانين الدولية هل ذكرت أيضا حول حماية الممتلكات العامة والخاصة للدول أثناء الحروب بشكل عام؟ على وجه التحديد يعني هناك طبعا مع تطور النزاعات وكثرتها بين الدول، وهذا منذ قديم الأزل يعني منذ عقود مضت، وهناك قانون ينظم هذه الممتلكات ويحميها ويعني ينص على كثير من التدابير والنصوص التي تحمي هذه الممتلكات الخاصة والعامة. لكن تعلم سيدي أن أحد القواعد الأساسية للقانون الدولي الإنساني أنه يتعين على أطراف النزاع في كل الأوقات التمييز بين السكان المدنيين والمقاتلين بهدف الحفاظ على السكان المدنيين وعلى الممتلكات المدنية. وأيضا نص القانون الدولي على أنه لا يجوز أن يتعرض المدنيون للهجوم سواء كانوا جماعات أو أفراد. نعم، حتى أنه في عام 1907 كانت هناك مادة أو المادة 56 التي هي من لائحة لاهاي المتعلقة بقوانين وأعراف الحرب البرية، حيث أنه يجب معاملة ممتلكات البلديات وممتلكات المؤسسات المخصصة للعبادة والأعمال الخيرية والتربوية والمؤسسية وغيرها كممتلكات خاصة عندما تكون ملكا للدولة. لكن تقول القوانين الدولية أنها توفر التدابير لحماية المدنيين أيضا وممتلكاتهم، ما هي التدابير لحماية الممتلكات الخاصة والعامة بشكل عام من عمليات النهب والسرقة؟
كما تفضلت حضرتك بالتعرض لاتفاقية لاهاي لعام 1907، أود أن أضيف أن هناك يعني اتفاقية أيضا لاهاي بعام 1899 أيضا يعني تنضم إلى اتفاقية لاهاي 1907، وهي تحرمان هاتين الاتفاقيتين، يعني تحرمان تدمير ملكية العدو أو يعني الذي يتم الاعتداء عليه، سواء كان يعني في نزاع مسلح بين عصابات مسلحة أو بين دول. لا يجوز حجز هذه الممتلكات، ولا يجوز الاعتداء عليها، ولا يجوز الاستيلاء عليها. وأيضا يعني هذه تعد جرائم ضد الإنسانية، ومن الجرائم التي يعني حرمتها الاتفاقيات الدولية، نعم، وبالتالي ونصت ما أيضا هي على التدابير ملاحقة مرتكبي لحمايتها؟ هذه الجرائم. التدابير لحماية هذه المنشآت هي النصوص القانونية فقط، يعني لابد أن يكون هناك يعني معرفة من قبل هذه الدول أو الأطراف المعتدية أو أطراف النزاع، لابد أن تكون هناك معرفة. لكن يعني الحماية المبسوطة على هذه الممتلكات هي الحماية من النصوص القانونية فقط والنصوص الدولية، ولكن نعم ليس هناك من سبيل نعم يعني أستاذ للحماية. محمود جابر، مدير مؤسسة عدالة لحقوق الإنسان، ابقى معي أيضا، سيكون معي أيضا في هذه المداخلة دكتور مهيوب المخلافي، المدير التنفيذي لمنظمة السلم الاجتماعي والتوجه المدني. نرحب بك. أهلا وسهلا بكم. يعني كما نعلم بأن التحقيقات كشفت أن وفاة الصحفي المحقق محمد العبسي، طبعا سنبدأ بهذا الشأن، حيث أنها يعني قضية مهمة وشائكة ربما، يعني تحقيقات بأن وفاة الصحفي المحقق أيضا محمد العبسي في ظروف غامضة كان بسبب كشفه عن ملفات فساد ميليشيا الانقلاب. طبعا هذه الملفات احتوت على وثائق كان العبسي يقوم بالتحقيق عن المشتقات النفطية، أرقام طبعا مهولة من مادتي الديزل والبنزين الصادرة كانت عن الميليشيات من مخصصات المؤسسات الحكومية والواردة عبر شركة النفط، وكل ذلك كان لصالح تحركات الميليشيات. يعني نتحدث عن قضية الصحفي المحقق محمد العبسي، هل لديك معلومات بداية حول ملابسة هذه القضية؟ أين وصل الصحفي محمد في تحقيقاته؟ حقيقة محمد العبسي 33 عام، كانت الملابسات التي حدثت مع هذا الشاب أنه شاب يعني أوقف نفسه للعمل الحقوقي في جانب التحقيقات والأعمال الحرة. حقيقة محمد العبسي عرض نفسه لأن يكون خادما لهذا الوطن في الجوانب الإيجابية، لجوانب إصلاح المؤسسات الحكومية، إلا أنه تعرض الأخ محمد العبسي أولا إلى عملية اختطاف وسجن من قبل جماعة الحوثي، ثم بعد ذلك بدأت الملابسات حول مقتله، يعني مما تشير الدلالات القطعية والتحليل الذي أجري في دولة الأردن على أن الشاب محمد قتل مسموما او استخدم معه الغاز، غاز السام، مما اودى بحياته، وهذه ما كشفت عليه الملابسات الاخيره. وما نعم. نحن عليه ايضا في هذا الجانب من تاكيدات بان المذكور محمد العبسي يعني تعرض لسم نعم أيضا، وكانت نهاية. وضحت الفكرة سيدنا. طبعا نحن كنا فقط نود أن نعرج على هذا الموضوع كون أن هذا واجبنا، لكن محور حديثنا لهذا اليوم عن نهب الممتلكات العامة والخاصة وهدمها أيضا وتدميرها من قبل الميليشيا المسلحة. أنتم أصدرتم، أو عفوا منظمة سام أصدرت تقارير ذكرت فيها أرقام عن نهب وسلب الممتلكات العامة والخاصة، هل لديكم أنتم أيضا تقرير بخصوص هذا الشأن؟
حقيقة منظمة السلم الاجتماعي والتوجه المدني أصدرت قرار في يعني تقرير في هذا الجانب، احتوى مجموعة الممتلكات العامة والخاصة أيضا. إذن فقدنا الاتصال، نعود إليك سيد محمود جابر مدير مؤسسة عدالة لحقوق الإنسان. يعني كنا نتحدث عن التدابير لحماية الممتلكات العامة والخاصة من عمليات النهب والسلب، وأنت أيضا ذكرت بأن القوانين هي نفسها والالتزام بها تعتبر تدابير أيضا لحماية الممتلكات، لكن يعني من ناحية عملية على أرض الواقع هناك حرب، وأيضا هناك ميليشيات تعبث بممتلكات الناس خصوصا الممتلكات العامة أو ممتلكات خاصة. هل ترى بأن يعني كيف يمكن ضبط تلك الأضرار من أي جهة كانت في حالة الحرب وعملية النهب التي تصطحبها؟ طبعا هناك اتفاقيات أيضا، ليست فقط اتفاقية أو المادة التي تتعلق بلائحة لاهاي، هناك أيضا اتفاقيات في جنيف عام 1949 يوفر تدابير الحماية للمدنيين. سيدي كما قلت لك، يعني نريد حل يعني واضح أو حل عملي، كيف يمكن ضبط تلك الأضرار على أرض الواقع؟ المشكلة كلها تتلخص في احترام هذه النصوص. يعني إذا كان أطراف النزاع لا يوجد بينهما احترام لهذه النصوص وهذه القوانين، فلن يكون هناك ضامن. يعني الضامن الأساسي هو القانون الإنساني الدولي الإنساني لحقوق الإنسان، والقانون الدولي نص على مجموعة من القوانين والنصوص ونص أيضا على عقوبات. المطلوب من أطراف النزاع هو احترام هذه القوانين واحترام هذه النصوص فيما يتعلق بممتلكات المواطنين المدنيين الخاصة. وإذا كانت بعض الأطراف لا تحترم هذه القوانين، كيف يمكن التعامل معها؟ هنا دور المنظمات الدولية المعنية بحماية حقوق الإنسان ودور المنظمات المعنية بحماية حقوق الإنسان على أرض اليمن أو أرض النزاع. كيف يمكن أن تلعب هذه المنظمات دورها لتفعيل هذه القضية؟ لابد من القيام بعملية رصد وتوثيق لهذه الجرائم المرتكبة فيما يتعلق بالثروات المدنية الخاصة أو الممتلكات العامة. عملية الرصد والتوثيق يتبعها سيدي الفاضل عملية ملاحقة وشكاوى تقدم إلى أجهزة حماية حقوق الإنسان الدولية، ونقول أن هذه جرائم لا تسقط بالتقادم، فمهما طال الأمد فإنه ينبغي أن يعاقب مرتكبي هذه الجرائم عن طريق ملاحقتهم بالشكاوى الدولية. ولابد أن توجه إنذارات من قبل هذه الأجهزة المعنية لحماية حقوق الإنسان على أطراف النزاع باحترام هذه الملكية. نعم أستاذ محمود، من الجميل أن يكون معنا أيضا المدير التنفيذي لمنظمة السلم الاجتماعي، كونك ذكرت بأنه ينبغي على المنظمات أن تقوم بلعب دور مهم بخصوص هذا الشأن في حال أن بعض الأطراف لا تلتزم بالمواثيق ولا بالقوانين الدولية. دكتور مهيوب المخلافي، يعني لا أعلم إن كنت سمعت الأستاذ محمود جابر قال بأنه إذا لا يوجد أطراف تلتزم بالقوانين والمعايير أو يعني القوانين الدولية بشكل عام، ينبغي على المنظمات أن تقوم بصنع أو عمل التقارير اللازمة لإدانة هذه الميليشيا، ومن ثم ربما تقديمها أو لا نعلم ذلك. يعني هل تقومون أنتم بتوثيق هذه الانتهاكات، وإلى أين تقومون بتقديمها؟ حقيقة يا أخي أن نحن نقوم بعملية الرصد والتوثيق أولا بأول عن طريق ما يسمى بعملية التوثيق المرئي، التوثيق المسموع أيضا نقوم بعملية ما يسمى بوضع الاستمارات الخاصة بالأشخاص المنتهكين أو الذين تعرضوا للانتهاك، سواء كان الانتهاك يعني عن طريق المنازل او عن طريق الممتلكات الخاصه او العامه. كل شيء نقوم بعمليه التوثيق، ثم بعد ذلك لدينا في المنظمات
ما يسمى بالمحامين الحقوقيين، ثم بعد ذلك لدينا ايضا ما يسمى بشهاده العيان، شهاده الناس الذين يتم الاعتداء عليهم او السطو عليهم. هنا يعني برامجنا برامج طويله، ثم بعد ذلك نقدمها الى الملفات الدوليه، ترحيل هذه الملفات يعني دوليا. ايضا لدينا محامين سيكونوا في داخل الوطن، ثم بعد ذلك كجرائم حقوقية، جرائم دوليه لا 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 لا, لا لا تسقط بالتقادم ابدا. يعني ما يقوم به جماعه الحوثي وصالح في الجمهوريه اليمنيه حقيقه يعني تعدى القوانين وتعدى الشرائع الدينيه والقوانين الدوليه والقوانين الانسانيه والقوانين ايضا حتى القوانين اليمنيه. لم يعترفوا بشيء. نعم. دكتور مهيوب، يعني كم تقدر الاموال الملهوبه من الممتلكات العامه، وماذا عن بعض الأطراف الأخرى؟ هل هناك أطراف أخرى تشترك بعملية النهب والسلب؟ حقيقة يا أخي الأموال كثيرة. أنت تعرف يعني في تقريركم السابق للبنك المركزي من الذي كان فيه في الجوانب النقص، يعني أين تذهب أموال لا نستطيع نحن كأشخاص يعني نجزم فيها، لكن أموال طائلة ذهبت في مهب الريح، بينما كان الحوثي يتغنى يوما من الأيام في دبة البترول، إذا به يتغنى يوما من الأيام اليوم في شف كل مقدرات البلاد، يعني لخاصيته أو لأفراده أو لاستخدامها في الجانب. طبعا على ذكرك لشهود العيان، أيضا معنا هنا شاهد عيان، ومعنا المواطن أحمد البصير، هو مواطن من مقبنة في تعز، تم نهب ممتلكاته وتفجير منزله أيضا. نرحب بك أحمد البصير. حياك الله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. يعني بالبداية، ما هي ملابسات الحادثة التي وقعت لك ولمنزلك؟ أخي العزيز، قامت ميليشيات الحوثي والمخلوق علي عبد الله صالح مع المتطوعين في المنطقة بحشد قوة جبارة إلى البيت حقي، وتم محاصرتي والضرب علي بمضاد الطيران والثقيلة والخفيفة والمتوسطة. فكان أسرتي بعضها يعني في المدرسة وبعضها في المزرعة وهكذا والمزارع، وأنا في البيت. انسحبنا شوية إلى البيت، ثم تم هذا أطلق النار وهذا، وانسحبنا شوية إلى الجبل، فأجت أسرتي منعتهم حتى دخولهم في البيت، ويعني زي ما تعرف خرجوا الصباح لابسين ملابسهم الخاصة. نعم. من هم الذين كانوا يعني منعوهم من من هم الذين كانوا يرتدون الملابس الخاصة، أو بمعنى آخر من الذي قام بالتفجير ونهب المنزل؟ اللي قاموا بالنهب المنزل وتفجيره هو محمد هايل، الذين أطلقوا يعني طلعوا من قبل الحوثيين أنه مدير ناحية، مدير الأمن عبد العزيز السعودي ومحمد العزي، وإلى جانب الحوثيين ويدعى طلال محمد علي ويتلقب ابو ناصر، كان في مسؤوليه المنطقه هناك، وكثير من المتحوثين والحوثة. يعني قاموا بطردكم من المنزل، بعدها قاموا بالنهب، ومن ثم فجروا بالمنزل. نعم نعم، اولا قاموا باخراجنا من المنزل وهذا، وبعد قاموا بالتفتيش المنزل ورباكه واستخراج بعض المستندات وآلي روسي وقليل من الذهب، يعني حق الوليد عاد كان تزوج وهذا، حق عياله اقول لك بالبيت. احنا ثلاث اسر داخل المنزل هذا، ثلاث اسر انا واولادي. والممتلكات حقي كامل، يعني البيت من جميع المؤسسه بكذا، من شقتين
وحوش وكذا. نعم. نهبوا من بعض الأشياء والكتب وكذا. نعم. بعدها إذا الساعة الخامسة والنصف قاموا. أحمد البصير، يعني حد وقعت هذه الحادثة على مرمى ومسمع الجميع في ضوء النهار؟ نعم نعم، من الساعة 10 أو 11 تواصل تواصل عنا أنا أن سلم نفسك عن كذا أو ذا. قاموا بعض الأهالي بالتوسيط أنه لا تفجروا بالبيت وأنه كذا، خلاص خرج وذا، يعني رفضوا أن يتفاهموا، قالوا أن السيد أمر بتفجير البيت لا 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 محالة. نعم. هناك حوادث مشابهة في المنطقة التي تقطن فيها؟ نعم، وحادثة مكان لبريجدي يدعى عمر عبد القايد تفجير بيته يوم ثاني يوم 26 شهر 1 ب 2015 نفس الآن تفجير البيت حقي ب يعني 25/1/2015، ويوم الثاني قاموا بتفجير البيت حق قريبي الذي هو عمر عبد القايد غالب. نعم، أي يعني المنظمات الدولية أو المحلية أو الحكومة الشرعية هل تعاونت معك بهذا الشأن مثلا، استردت نعم بعض المنهوبات أو؟ نعم نعم، نحن نزحنا إلى حمير، نزحنا الحين 3 أسر داخل بيت، يقوموا ناس خيرين كذا بمعطائنا، هذا 3 أسر داخل شقة ولم أتلقى أي مساعدات من منظمات دولية أو إيجارات أو مثلا كذا، تعرف الحال يعني لا مرتبات لا كذا لا كذا أمور هذا. أخي الحمد لله قاموا بالتفجير، قام بإحضار محمد هايل مدير الأمن ونداري محمد هايل اللي كان يعني مجلس محلي لقبوه الحوثيين أو صدروا له قرار أو كذا وكثير من المتحوثين وهذا كأنه يعني عندهم مهرجان أو عندهم ملعب دوري لكرة قدم يعني بمنصة هكذا بالأمام مرمى ومن العالم واجتمع جميع الطوائف داخل المنطقة من مشايخ ومن أعيان ووجهاء لأجل التفجير أو يسلم نفسه. نعم، أشكرك أحمد البصير، مواطن من مقبنة، طبعا قاموا بنهب ممتلكات هذا الشخص. ونعود إليك أيضا دكتور مهيوب المخلافي، يعني نود أن نعرف هل القانون الدولي أو بالذات القانون اليمني يشمل عقوبات أيضا على من ينتهك وينهب هذه الممتلكات؟ حقيقة القانون اليمني يعاقب مثل هذا التصرف. أضف إلى أن جماعة الحوثي يعني لم تراعي القوانين اليمنية يعني برمتها. القوانين اليمنية تنص في موادها على أن الصدم والاعتداء على الممتلكات العامة والممتلكات الخاصة هذه لا تسقط مطلقا. وهنا نحن يعني نقول بأن جماعة الحوثي أخذت هذا المأخذ ونحت هذا المنحى أولا من حيث تأديب الناس حتى لا يتطاول أحد بعد ذلك. جانب آخر من حيث الرعب، اقتصاد الرعب في نفوس الآخرين، هي تفجر هنا بيت وهنا يعني منزل وهنا تسقط على 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 بيت وإلى غير ذلك. هذه كلها كانت تظن جماعة الحوثي بأن هذا سيساعدها في قبولها بين الناس وأيضا يعني إدخال الرعب والخوف في نفوس الناس، بينما حقيقة هي صنعت ما بينها وبين المواطنين حاجز. هذا الحاجز أوصلها إلى 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 النفور العام، إلى أنهم يستنفروا يعني هذه الجماعة التي يعني لا تراعي إنسانية الإنسان ولا دين الإنسان ولا مواطنة الإنسان. لذلك القانون اليمني يقرن
هذه الأعمال ولا تسقط بالتقادم، وإن شاء الله سيكون يعني لنا لقاءات مع هؤلاء الناس الذين تسببوا في تفجير منازل المواطنين في المحاكم الداخلية اليمنية، في المحاكم الدولية. نعم. لكن دكتور، كيف تحددون هوية المنتهك؟ يعني يقال أنه في الحرب يصعب تحديد هوية المنتهك، خصوصا الأماكن تكون خطرة وأيضا الاشتباكات تستمر فيها. برأيك هل يصعب تحديد هوية المنتهك؟ كيف تقومون بتحديد هوية المنتهك؟ حقيقة يعني نحن كشباب وأبناءنا أيضا كشباب يحدث ما يسمى بعملية المغامرة، المغامرة والتصوير. ولذلك يعني إذا رأيت يعني كم من الشباب الناشطين الحقوقيين الذين تعرضوا للقتل وأيضا تعرضوا كذلك للاختطاف، لكننا مع هذا دوما نقوم بعملية المغامرة وعملية الرفض عن قرب. لدينا الكاميرات مع الشباب، لدينا القبائل أيضا الأفراد المواطنين أنفسهم، جميع الناس يعني في تواصل مستمر، تواصل دائم. نعم. مع في توصيل لنا الصور. أيضا لدينا عمل آخر الذي هو التوثيق وفق التاريخ، وأيضا التصوير المباشر. فيوما من الأيام يكون الحوثي يعني في منطقة، اليوم الثالث اليوم الثاني يطرد من هذه المنطقة، نكون إحنا أيضا نحن حاسبين هذا الحساب. نعم. بعملية الرصد والتوثيق والتصوير المباشر، أيضا أقوال المواطنين في ساعة وقوع الحادثة. نعم. أشكرك المدير التنفيذي لمنظمة السلم الاجتماعي والتوجه المدني الدكتور مهيوب المخلافي، وأيضا معي مصطفى نصر رئيس مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي، نرحب بك. أهلا وسهلا بك ومشاهدين الكرام. أهلا بك. هناك كما يقال حوثية سياسية وأيضا حوثية اقتصادية، أنت رئيس مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي، وكما يقال بأن حتمية سقوط الانقلابات تسيطر على تفكير الحوثية الاقتصادية التي استغلت نفوذها لإطالة أمد الحرب والاستفادة أكثر من الوضع، هل ترون أن هذا الكلام صحيح؟ في الحقيقة أتحدث عن مستوى السيطرة على الإيرادات العامة التي يتم استغلالها لصالح، سواء كانت إيرادات رسمية لصالح الجماعة أو موضوع ما يعرف في السوق السوداء من خلال الشركات والمؤسسات التي نشأت فجأة أو نشأت خلال فترة الحرب. فهي هذه المليارات بكل تأكيد هي كبيرة جدا، يعني أنت تتحدث عن ملايين بل مليارات الريالات التي يتم توريدها شهريا عبر سواء كان من الحديدة أو عبر الضرائب والجمارك للشركات الكبيرة. ولعل التصريحات الأخيرة لوزير الاتصالات توضح حجم هذه الإيرادات التي يتم فعلا كبايتها دون أن يكون هناك التزامات تتمثل في المرتبات وغيرها من النفقات العامة للدولة. نعم. يعني وزير الاتصالات في حكومة الحوثي وصالح ذكر أن الوزارة وردت 98 مليار خلال أقل من 8 أشهر، وهو مبلغ كبير في الحقيقة. أيضا كثير من الشركات الكبيرة تدفع كل ما عليها من ضرائب جمركية وضريبية، بل أنها تدفع أكثر مما هو محدد عبر الميناء الذي تم إيجاره في دمام للبضائع المتعدية من المنافذ التي تسيطر عليها الحكومة الشرعية. نعم. إذن ماذا يفعل الحوثيين وصالح في الجانب الاقتصادي والمالي في البلد؟ طبعا كما ذكرت لك بأنه يعني يقسم البعض الحركة الحوثية كناحية سياسية وأيضا كناحية اقتصادية من حيث الحيثية السياسية والحيثية الاقتصادية، لكن كيف يمكن قراءة الواقع الاقتصادي وفقا لتصرفاتهم في الميدان؟
كما قلت انه حالة السيطرة تمت على كل مكونات الاقتصاد اليمني وكل مكونات البلد بما فيها كان البنك المركزي واحتياطياته الأجنبية، بما فيه يعني المؤسسات الإيرادية الكبيرة، كل مؤسسات الدولة هذه تم السيطرة عليها وتدبيرها لصالح الحكومة. وبالتالي أنت تتحدث عن سيطرة كاملة لاقتصاد الدولة، وحتى الآن تقريبا بحدود يعني 75% من اقتصاد البلد في إطار السيطرة، سواء كان عبر الميناء الحديدة أو من خلال أيضا المناطق التي يسيطرون عليها بشكل مناطق الكثافة السكانية ومناطق تواجد الشركات الكبيرة. بعيد عن وجود ظواهر اقتصادية غير رسمية اللي متمثلة كما قلت يعني ظهور السوق السوداء وإنشاء شركات جديدة، ظهور تجار جدد نشأوا من لحم هذه الحرب، وبالتالي يعني هذا ما يسمى باقتصاد الحرب. ناهيك عن رحيل كثير من رؤوس الأموال المحلية. أيضا يعني هناك مختصون اقتصاديون يرون بأن الميليشيات أسهمت طبعا بشكل فاعل وكبير في انهيار العملة المحلية وارتفاع الدولار مقابل الريال اليمني، وذلك بسبب قيامهم طبعا بسحب العملة الصعبة من السوق وتحويلها للمتاجرة في استيراد النفط من الخارج. هل يمكن أن توضح لنا هذه النقطة تحديدا؟ كانت المشكلة الأكبر هي موضوع الحرب، وبالتالي عندما تسببت جماعة الحوثي في هذه الحرب من خلال السيطرة على مؤسسات الدولة، رحيل الشركات النفطية وغيرها من وتوقف صادرات النفط، وكل هذا أدى إلى توقف أي إيرادات من العملة الأجنبية الصعبة، وبالتالي كانت هذه مقدمة لهذا التدمير الذي حصل للاقتصاد اليمني، لا سيما وأنه يعتمد بدرجة أساسية على الصادرات النفطية بنسبة 50%، وكذلك أيضا على المساعدات والمنح الخارجية، وهذه كلها انقطعت بفعل هذه الحرب التي أثارتها. يأتي بعد ذلك هو موضوع القرارات الخاطئة التي تمت، سواء كانت فيما يتعلق بتعويض المشتقات النفطية بدون توفير الدولار، وأيضا حالة الاستنزاف للعملة الصعبة دون أي بدائل أخرى يتم تغذية السوق فيها، وبالتالي وصل الحال إلى هذا الوضع المتردي. هنا خرجت عملية أو الأموال من دورتها المالية والطبيعية عبر البنوك، حيث تنتقل مثلا من الأفراد والتجار إلى البنوك، وبالتالي تعود مرة أخرى، لكن للأسف الشديد هذه الأموال كلها خرجت وخزنت في البنوك ولدى سواء كان لدى التجار أو الصرافين أو خزنت لدى أطراف، وبالتالي حدثت هذه المشكلة أزمة السيولة للعملة المحلية. وضحت الفكرة سيد مصطفى نصر رئيس مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي. طبعا نعتذر لضيق الوقت، نشكرك على هذه المداخلة، وأيضا نشكر محمود جابر مدير مؤسسة عدالة لحقوق الإنسان، والدكتور مهيوب المخلافي المدير التنفيذي لمنظمة السن الاجتماعي. مشاهدينا بدورنا نشكركم على حسن المتابعة والإصغاء، نلقاكم في الأسبوع القادم في أمان الله. ليصلك كل جديد، قم بالاشتراك في قناة راديو وتلفزيون يمن شباب على موقع يوتيوب.
واضغط الجرس ليصلك الإشعار.